اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وذكرى مباركه سعيده، ذكرى المولد النبوي السعيد. ف نرجو من الله العلي القدير ان تكون يعني مناسبه للمغفره والثواب والتقرب من الله سبحانه وتعالى، وتكون يعني مناسبه خير والخير على كل المغاربه اينما كانوا اينما تواجدوا، والله يرفع لنا هذا الوباء يا ربي في القريب القريب العاجل يا رب. فدائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما كتابعوا معنا الان في هذا البث المباشر، الان كنتواجدوا باحد الاحياء العريقه بمدينه مكناس اللي هو الروى، وبقرب من قصر المنصور. كيف هي الاجواء عندكم بالمدن ديالكم؟ كيف يعني كيفاش كتعيشوا الاجواء ديال ذكرى المولد النبوي، وخصوصا ان مدينه مكناس فمعروفه يعني معروف بالموسم ديال الميلود اللي كيكون، وانه الذكرى ديال عيد المولد النبوي كتكون يعني بواحد الشكل اللي بالمهرجانات كتكون يعني عندها واحد الطابع خاص، هنا تقاليد يعني هناك تراث تاريخ يعني عريق اللي تبادلته اجيال واجيال وبقى محافظ عليه لحد الان، لكن ظروف كورونا حالت انها يعني توقفات بزاف ديال الحوايج من غير الميلود. فاطمة الزهراء الإدريس قال لك علينا وعليكم، الله يبارك فيك بارك الله فيك. معالج فاسد شكرا لك أخي بارك الله فيك، علينا وعليكم باش ما تمنيتو إن شاء الله بدوام الصحة والعافية يا ربي، والله يرفع لنا هذا الوباء والابتلاء ونرجعوا لحياتنا ونرجعوا للطبيعة حريتنا الطبيعية اللي كنا كنعيشوها قبل زمن كورونا. فدائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، هذه هي الأجواء من العاصمة الإسماعيلية مكناس، كي داير الأجواء عندكم؟ أمي جنتي مساء الخير أختي، منصف سعداتهم، شكون هما خويا؟ قول لنا، احنا معاكم دائما على المباشر. سير. سير من هنا. حسن التقي، ألف تحية من مصر لأهلنا في المغرب الحبيب، شكرا لك سي التقي. حسين مرحبا بك أخي منصف، مرحبا. قاسم تحياتي لك خويا. برفاوي زكريا مرحبا بك، أرض أجدادي صفاء صفية قالت لك كل عام وأنتم بألف خير، شكرا لك وأنت كذلك أختي. اللهم صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة، والله يكون لنا شفيع إن شاء الله يوم القيامة. صلاح الدين السويدري تحياتي ليك أخي. ليلى حصيلة كورونا اليوم ما درناهاش، كانت عندنا ظروف ديال التنقل، يعني كنا منقلين اقليم الحاجب وبالضبط بعين تغبالو جماعة اقدار، ويعني وهذه للتوضيح فقط. فاليوم عشنا واحد التجربة جميلة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، رفقة عدد من المواطنين والمواطنات وساكنة تعاونية ترقراقة اللي ابدعوا صراحة، رفقة عدد من الجمعيات اللي صراحة احتضنت المشروع وعطاتوا واحد يعني التمويل خاص، وعطاتوا يعني الدفعة اللي خاصة، واستطاعوا انهم يعني يخلقوا فكرة بسيطة واحد يعني نقل مدرسي ايكولوجي، يعني بطريقة يعني بدابة كتجر واحد
كوتشي كبير كيهز 16 بلاصه بطريقه جميله بالاحزمه ديال السلامه بالمسائل اللي كتاخذ الوليدات ديال المستوى الاول والمستوى الثاني وكذلك الاطفال ديال التعليم الاولي. هذا يعني واحد البادره طيبه وفقط يعني كتاخذهم تقريبا مسافه واحد الان كيلومتر ولا 2 كيلومتر يعني المسافه اللي قريبه وما يمكنش انه يدخل لها النقل المدرسي يعني السيارات ما يمكنش تدخل مع توفر يعني عدد كافي من السيارات بالنسبه للاطفال ديال بالنسبه للاطفال الكبار اللي عندهم الاعدادي والثانوي يعني واحد الدوار واحد التعاونيه اللي يعني شفت فيها الحياه شفت فيها العمل الجمعوي انه قادر انه يحل بزاف ديال المشاكل وانه يكون قوه تشاركيه في ايجاد عدد من الحلول صراحه. وهذه كنتمناو تشجيع مثل هذه المبادرات لان ما غنقولش هما الاولين داروها هي ديجا مديوره في فرنسا ومديوره في النرويج والمغاربه حتى هما يعني هاد الناس ديال تعاونيه ركراكه بجامعه اقدار اللي خداو هاد المبادره فتحيه لهم كبيره وكندعموا مثل هاد الافكار المبدعه اللي كتخفف على المواطن يعني. فقال لك هاد الناس لقيناهم فرحانين لانهم قال لك انا يعني حنا عندنا 20 تقريبا ديال الوليدات اللي كيقراو في الدوار ملي كيبغيو يخرجوا كتخرج 20 مره كامله كل وحده كتخلي شغالاتها كتخلي الوليدات الاخرين وتمشي توصل هذاك مع 12 ونص وتوصلوا مع 7 ونص وترجع تجيبوا يعني واحد التماره واحد التكرفيصه. وعلاش ما نفكروش وما نبدعوش ونخلقوا منصب شغل لذاك السائق ديال ديك العربه اللي غيبقى حتى هو عايش معاهم وحتى هو واكل وشارب ومخلص من الفوق. فهذا شيء جميل هذا هو العمل هذا هو العمل التضامني وهذه هي الروح ديال 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 التنميه البشريه صراحه هو انه لقوا حلول لمشاكلنا ابداع حلول يعني حضر المسؤول راه غادي يقضي الغرض وهنا المسؤول مطلوب منه الا التشجيع وانه يدعم مثل هذه المبادرات صراحه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه ازكى الصلاه والسلام. اخي هنا مشاهدينا كنتواجدوا في شارع الزيتون واللي باقي ما وصلوش النصيب ديالو من الصيانه ديال الاناره العموميه كما كتشوفوا معنا على المباشر فالاناره ضعيفه وضعيفه في بعض الاماكن كتبان كاع الظلام. غادي ناخذكم دائما معنا في هذه الجوله. قاسم مكناس تحياتنا لك خويا ان شاء الله غادي نشوفكم كنكونوا في ويسلان اخويا ديما كنطلعوا لويسلان العمارات اللوزين يعني العدد من الاحياء ديال ويسلان كنكون فيهم اللي كيتواصلوا معنا المواطن كيلقانا يعني قريب منه يعني الحمد لله. فقناه شوف تي في الى يعني كما كيتابعوا المتتبعين ديال القناه ففي كل جهه وفي كل مدينه كتلقى كاين مراسل ديال القناه من اجل الخدمه يعني من اجل تقريب الخدمه الاعلاميه ولكل مواطن احتاجنا فكيلقانا بالقرب منه يعني في اقل يعني في على حساب يعني الوقت وعلى حساب العمل اللي احنا فيه ففي الوقت المناسب غيلقانا معاه. شكرا اسماعيل عيد مبارك اخي بارك الله فيك علينا وعليك باش ما تمنيتي ان شاء الله انت والاهل بطولة العمر ان شاء الله بالصحة والعافية وبالازدهار لوطننا العزيز يا ربي يا ربي. وحيدة الجرح الله الله. السلام عليكم اخي عواشر مبروكة تحية لطالبة ديال المكناس الصحراوي مولاي علي الشريف تحياتنا ليك لالا. خمار بن حديش تحياتي من تونات تحياتي للناس تونات وناس غفساي وناس قرية با محمد وصراحة مناطق العزيزة والجميلة واللي مشينا وعندنا فيها ذكريات جميلة وجميلة جدا خصوصا بجماعة تافرانت. خويا قاسم بوزكري تحياتي ليك راه كنا البارح اخويا عندكم في الملعب اللي قدام الملحقة الجماعية كنا عندكم البارح اخويا وموجودين وقت ما بغيتونا تلقاونا ان شاء الله. صلاح الدين السويدري
ان شاء الله غتشوفنا في ويسلان عما قريب. تحيه من العموريه ريان، تحياتي ليك خويا ريان، تحيه متبادله دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في فهديه. الاجواء هنا من شارع بئر نزران، كناخذكم معنا في هذه الجوله الليليه ليله ذكرى عيد مولد النبوي. ف كل عام وانتم بخير، دامت لكم الافراح والمسرات مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، لانه هذه ذكرى ومناسبه جليله يعني اللي كتحضر فيها يعني صراحة هنا بمكناس، يعني كتكون عندها واحد يعني طقوس، كتكون عندها واحد يعني واحد 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 جلسات ديال الأذكار والأمداح والإنشاد في خير البرية. هذا هو اللي بغيت أن نوصل للمشاهدين، ومعروفة يعني مكناس فهي منبع الملحون وكذلك الطريقة العيساوية وغيرها من الفنون الأصيلة، فكتبقى مدينة مكناس يعني متجدرة في التاريخ. ولن يسعني الوقت في أنني نعرف مدينة مكناس، الحمد لله، فالمغرب تاريخه يشفع له وتاريخه معروف الحمد لله، وتاريخه يعني فخر لنا، فهذا لا يمكن مناقشته. تحية لك خويا ريان، تحية لك، تحية لكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. فكيفاش هي الأجواء عندكم في هذه الليلة هذه؟ شاركوا معنا من خلال يعني تعليقاتكم، وكي داير الأجواء نورمالمون فاش كنا صغار يعني استحضرت في هذه اللحظات هذه واحد ذاكرة يعني ديال الطفولة، أنه يعني كانوا الوالدين ديالنا في هذا العيد يعني ضروري، راك عارف ضروري خصك سيوا، وخصوصا كتكون بلديه طريقه تقليديه، يعني سوا يعني قشابه ولا ماشي قشابه، يعني جلباب ولا لبسه تقليديه، بعدا ضروري الجلابه والبلغه والمسائل والسروال القنطريسي وخويميجا، يعني هذه المسائل هذه واش باقيين كنعيشوها؟ واش باقيين العائلات كيحتفلوا بمثل هذه الاشياء هذه ولا ما بقاوش؟ فهنا غنطرحوا عليكم سؤال انتم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، في اطار هذا الحوار المباشر وهذا النقاش وهذه الدردشه الليليه انتم معنا على المباشر. كما شفنا الان ومرينا من احد الحواجز الامنيه لباقي رجال الامن يعني هنا بالعاصمه الاسماعيليه، واللي كنوجه لهم تحيه كبيره ونقول لهم يعني كل الافراد وعناصر رجال الامن الوطني عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. فنتمنى من الله ان يعني يكون لهم دعم ويكون يعني جنبهم في القيام بمهامهم ان شاء الله، وحفظ امن واستقرار هذا الوطن العزيز. محمد فارابي سلام، تحية لكم، تحية متبادلة أخي، وشكرا لك على هذه المشاركة ديالك معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس من العاصمة الإسماعيلية، وليلة ذكرى المولد النبوي. هنا كما شفتوا معنا واحد هذا كيبان لي عطب تقني، المياه غدا يعني شي تسرب مائي اللي واقع هنايا في شي قناه، الماء كيضيع، وهذا نداء للمسؤولين هنا بمكناس للتدخل من اجل ايجاد حل لهذا المشكل، لانه الماء غادي في الطريق بطريقه اللي غير هكا كيضيع، زمان كنحتاجين فيه الماء وبزاف. ادريس معلوم، عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه وطول العمر والمزيد من التالق والنجاح. شكرا لك اخي، وتحياتنا لك، وتحيه للسي ادريس. اخويا قاسم قال لك ما بقى والو كاع اخويا قاسم، وزادتها عاوتاني اخويا قاسم تاع هاد كورونا هادي، فتا المجمع ما بقاش يعني كتجمع مع الاخوان ومع الاخوات ومع الافراد العائله، وكتكون جليسه وكتكون يعني الاطباق اللي كتكون خاصه، لا داك الكسكسو ديال الميمه ولا ديال يعني ديال الدار، وبواحد اجواء ديال الضحك والتكشاب، فهاد الشيء يعني المغاربه الحمد لله. ف
مغاربة الحمد لله، يعني ماشي يعني شعب مضياف وشعب اللي عزيز عليه يعني ما اجتماعيين بالطبع ديالنا، عز عندنا التقشاب، عندنا الجماعة، كما كنقولوا ضروري كليسة، ضروري ديك البركة تحط ونضحكوا ونجمعوا عليها بقلوب صافية الحمد لله. وهذا الشيء اللي والله العظيم اللي اشتاقينا ليه، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء وهذا الابتلاء هذا، وتجمع عاوتاني الناس. والان الحمد لله سمعنا يعني شفتوا القرار اللي كان، يعني المملكه المغربيه الحمد لله غتعتمد جواز التلقيح في الاماكن العموميه وفي المقاهي والمطاعم والحمامات وفي يعني كل المرافق العموميه، فغيولي جواز سفر ضروره. فهنا نوجه نداء لكل المواطنات والمواطنين انهم يتوجهوا المراكز اللي قريبه من السكنه ديالهم ولا من مراكز العمل ديالهم ولا مقرات العمل، انهم ياخذوا الجرعات التلقيح ديالهم، من اجل انه بركة علينا، بغينا نخرجوا من هذه الجائحه، بغينا نوصلوا للمناعه الجماعيه ونتخلصوا من هذا الوباء اللي عمر معنا، وبركة لانه نهكنا ونهك اسر ونهك قطاعات ونهك يعني الكل كل كل شيء كما كنقولوا بهذا المعنى، كل شيء كلا العصا. سيرتو مع كورونا صافي، راه الله يحسن العوان، راه قطاعات باقا خدامه لحد الان 50%. كنتمناو الله يرفع لنا هذا الوباء، ولكن خوتي المغاربه خصنا نخارطوا ونكملوا العمل ديالنا حتى لاخر دقيقه كما كنقولوا، حتى الدقيقه 90، لانه هذا فيروس خطير. ما بغيناش غنعاود ثاني نبداو نسمعوا الموجه 30 ولا الموجه 25 ولا هذه، ولا ما بغينا نسمعوا حتى شي حاجه، بغينا ان شاء الله نخرجوا سالمين غالمين. الارقام اللي كنشوفوا اللي كتحقق الان الحمله الوطنيه للتلقيح فهي الحمد لله ارقام مطمئنه. كنتمنوا ان نزيدوا نطلع الوتيره ديال تزيد ترتفع الوتيره ديال اللقاح. الان يعني الابره كاينه الجرعه الثالثه، فهي غادي تكون يعني لضمان هاد المناعه هذه، ويكون المناعه ديالنا ان شاء الله تكون يعني كما كنقولوا سيكوريزي، مؤمنه من هذا الفيروس ومن الطفرات ديالو ومن هذا يعني التحولات اللي كتوقع فيه. فهو فيروس متطور، خاصنا نكونوا حنايا مطورين معاه، اذا نزربوا على التلقيح باش نساليو هاد القصه ديال كورونا، وندوزوا للعمل الاخر اللي باقي تابعنا اللي هو البناء والتشييد واعمار هذا الوطن، ونزيدوا نخدموا بلادنا ونزيدوا نعطيوا لبلادنا اللي باقي خصها، لانه مازال تابعنا بزاف ديال الحوايج خوتي المغاربه. قاسم قال لك خويا قاسم مكناس قال لك كان كيجمع الناس من جميع اقطاب المغرب. نعم اخي، نعم 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 نعم، وما احوجنا لتلك الازمنه الجميله، ولكن وكلنا الله في كورونا، وكلنا فيها الله صراحه. فكانت مكناس كما قال الاخ قاسم سنويا من غير كاين المعرض الدولي للفلاحه اللي كيجمع كل الفلاحه ديال المغرب كامل من كل ربوع المملكه ومن خارج المعرض الدولي اللي كيكون سنويا، اللي الان يعني توقف لمده سنتين، زائد انه الموسم اللي كيكون يعني والاحتفالات، وكما قلنا كتبقى مكناس يعني معروفه في هذه الذكرى هذه، وعندها يعني عندها يعني اجواء خاصه وساحره في هذا المجال هذا، في المناسبة السعيدة اللي هي ذكرى عيد المولد النبوي، وكتكون يعني جلسات، كتكون يعني كتكون أجواء خاصة. نعم كتكون يعني مكناس كتحرك الحركة التجارية، كتكون يعني البيع والشراء، الكل كيكون رواج تجاري، كتكون كتخلق واحد الحركة خاصة في هذه المناسبة هذه. لكن مرة أخرى نطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفع لنا الوباء والابتلاء اولا، ونطلبوا من خوتي المغاربه انه نخارطوا في العمليه ديال التلقيح باش نساليو مع هذا المسلسل هذا، وندوزوا للحويجات الاخرين ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه وتجمع الاحباب والاهل. دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا على المباشر الان من مكناس، هذه الجولة الليلية سيليا ساليتا. السلام عليكم أختي، مرحبا بك.
دائما متابعينا مشاهدي قناة شوف تي في، مسخناش بكم في نهاية هذا البث المباشر هنا بشارع الجيش الملكي. هذه هي الأجواء بالعاصمة الإسماعيلية ليلة ذكرى عيد المولد النبوي، اللي كنتمنوا عليكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركات، والله يرفع علينا الوباء والابتلاء إن شاء الله في القريب العاجل. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم أمسية سعيدة رفقة الأهل والأحباب. من هنا من مكناس أقول لكم إلى اللقاء، كان معكم مراسل قناة شوف تي في منير معطاوي، إلى اللقاء.